الأهلي هذا الموسم نهايته؟ والله إن شاء الله الأهلي الآن إحنا في بداية موسم تقريبا، النتائج يعني ما هي متقلبة، لازال حكم مبكر. مشكلتنا أنه إحنا يمكن الانسجام بدأ متأخر، كان في بعض التغييرات في العناصر، عندنا في بعض الأمور اللي الآن وضعنا فيها أفضل بكثير الحمد لله، لكن ننتظر الأهلي إن شاء الله حتشوف الجولات القادمة أفضل إن شاء الله. لدينا البعض ناقش يروح ورجاي. لا فلان دان موجود، وعندنا المباراة الجاية أنا أقول لك حيكون في تحسن حتى على المستوى الفني وعلى مستوى العناصر اللعيبة. بعض السؤال عن أوسو. ممتاز، لاعب حقيقة، لاعب جيد ومستمر معانا إن شاء الله. مباراتين بعد سلسلة 10 مباريات كان مميز فيها، هذه كرة اللعب. الله شتوية في تغييرات؟ خلي هذا الحديث إن شاء الله في الشتوية، بس أكيد إن شاء الله برتب أمورنا ونكون جاهزين إن شاء الله أي تغيير يخدم النادي ويخدم خطة النادي وحريصين على المنافسة. دوري السعودي دوري قوي ودوري يحمل اسم غالي علينا جميعا، والأهلي تاريخيا النادي دائما تعود على المنافسة، فإن شاء الله كل ما يعني يرفع من طموح مشجع الهلال بنعمله إن شاء الله. وين هدفكم هذا الموسم؟ مين؟ وين هدفكم يعني نقول منافسة على اللقب ولا في المراكز الأربع الآسيا؟ لا إحنا في يعني يمكن السنة هذه يمكن بدايتها زي ما قلت لك كانت مرحلة في بعض التغييرات، لكن الأهلي يمكن في السنوات الأخيرة كل الأهلي دائما منافس، أكيد في بطل واحد، لكن صدقني أنا بقول لك إحنا مشكلتنا يمكن الانسجام ما بدأ متأخر، لكن عيننا طبعا على البطولة الغالية والكأس الملك إن شاء الله ومشاركات الآسيوية تدريجيا حتشوف الأهلي إن شاء الله. لكن صدق هو جالس ولا لا؟ إن شاء الله جالس إن شاء الله. مستمر يعني مجدده معاه هو العويس؟ كل من يرغب في النادي الأهلي سيستمر، النادي الأهلي هو الكيان الأكبر، النادي الأهلي هو حقيقة يعني واحد من الأندية الكبار حقيقة في المملكة، الكثير يتمنى نلعب فيه إن شاء الله، حريصين على أبنائنا، حريصين على كل من يخدم الشعار الهلاوي إن شاء الله بإذن الله. تقول دائما أنا رأس مالي أبحث عن الأمور المالية أوازن فيها، ما الجنب؟ آخر سؤال، هذا آخر سؤال. لا نتحدث الآن عن الأمور المالية، خلينا في يعني أعتقد مو بس عبد الله مؤمن اللي بتحدث عن الأمور المالية، الآن هذا يعني أنت بتتكلم عن يعني حتى القطاع الرياضي اللي بيتابع وزارة الرياضة بتتحدث عن الكفاءة المالية، هذا أمر مهم. أنت لن تنجح إذا لم تتجاوز أو لم تحسن أمورك المالية، فيعني بالتالي بالعكس الملف هذا ملف يعني من الأهداف الأساسية الكفيلة أنك أنت يعني إذا تجاوزت هذه السنة حتى مثلا حينعكس على نتائج الفريق وعلى الأندية بشكل عام في السنوات القادمة إن شاء الله، وهذا هدف الجميع إن شاء الله. ألف شكر الله.